أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر قصة لوط هي آخر قصة في سورة الصافات. نعم، هي آخر القصة، قصة لوط وقصة يونس. نعم، هذه هي آخر القصص في سورة الصافات التي مرت معنا الآن. الآن ينتقل الحديث إلى مجادلة قريش في ما ينسبونه إلى الله من الولد. قريش أو بعض قبائل العرب كما يذكر المفسرون مثل سليم وخزاعة وجهينة كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: فاستفتهم. والاستفتاء طلب الفتية، أي السؤال. اسألهم يا محمد، اسأل هؤلاء بعد أن ذكرت هذه القصص. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. هذه أدلة عقلية يا شباب. تعالوا، هل الله سبحانه وتعالى يختص بالبنات وأنتم تأخذون الأولاد؟ على أي أساس كانت هذه القسمة؟ الجواب: لا يوجد جواب، أليس كذلك؟ لا يوجد جواب. لماذا تخصصون الملائكة وتزعمون أنهم بنات الله؟ طبعا السؤال هذا لا يوجد له جواب. السؤال الثاني: الملائكة هؤلاء الذين تقولون أنهم بنات الله، هل خلقهم الله سبحانه وتعالى وأنتم جالسين تشاهدون كيف خلقهم؟ ها، واحد منكم أنتم أيها المشركون شهد خلق الملائكة؟ الجواب أيضا لا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آياته: أشهدوا خلقهم؟ وقال في سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أدلة عقلية تخلي المشركين فعلا لا هم شهدوا خلق الملائكة، وتخصيصهم للملائكة أنهم بنات ثم ينسبونهم لله سبحانه وتعالى على أي أساس؟ ولذلك قال الله في سورة النجم: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. على أي أساس قسمته؟ رأيتم، هذه أدلة عقلية تثبت بطلان هذه العقائد الكاذبة. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. يعني إن هؤلاء المشركين من شدة افترائهم وكذبهم واختلاقهم ينسبون إلى الله الولد، يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، يعني كيف يأخذ، يعني الله يصطفي البنات فيتخذهم بنات له أو الملائكة ويترك البنين لكم أنتم؟ هذا غير صحيح، فأنتم عندكم بنات وعندكم بنين، ثم أنتم لم تشهدوا خلق الملائكة، وش دراكم أنهم بنات أو أنهم بنين وهم مخلوقون من طينة غير طينة البشر ولم يشهد خلقهم أحد من البشر؟ ما لكم كيف تحكمون. هذا استفهام إنكاري، يعني يقول أين عقولكم؟ على أي أساس؟ ولذلك شوفوا المناقشة العقلية لهؤلاء المكذبين والمشركين والملحدين مقنعة، كما في سورة الطور أيضا، سورة الطور مليئة بالحجج.
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أنتم من الذي خلقكم؟ أنتم خلقتم أنفسكم؟ الجواب لا. أم خلقوا من غير شيء؟ خلقت كذا صدفة؟ طبعا أيضا العقل يقول لا، لأنهم يعرفون أن ما يخلق الرجل إلا أو يخلق إلا من زواج. فالله ذكر لهم ثلاث احتمالات، فيقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فكل هذه الأدلة والاستدلالات العقلية تثبت أنه لا بد أن يكون هناك خالق خلق هؤلاء البشر، لا يمكن أنهم هم خلقوا أنفسهم ولا أنهم خلقوا كذا صدفة، فلا بد أن يكون هناك خيار ثالث، أن هناك من خلقهم. من هو؟ من هو الذي خلقكم؟ لف 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 فكر ما فيه إلا خالق الذي خلق السماوات والأرض وهو الله سبحانه وتعالى، وهم يؤمنون به، فلماذا يصرفون العبادة لغيره؟ لذلك لاحظ كيف يقول ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، دعوة إلى التفكر والتذكر والتأمل والنظر والتدبر وإعمال العقل. أين عقولكم؟ وكيف تذهب بكم العقول الظنون والأوهام إلى أنكم تظنون أن الله أن الملائكة أو أن الأصنام هي التي خلقت أو هي التي رزقت أو أن الملائكة هم بنات الله وأنتم لكم البنين؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى أم لكم سلطان مبين. طيب سلمنا لكم يلا أن الملائكة بنات الله وأنكم أنتم اصطفيتم بالبنين، ما هو دليلكم على ذلك؟ عندكم حجة؟ عندكم شيء مكتوب يصلح دليلا؟ فقال أم لكم سلطان مبين فأتوا به إن كنتم صادقين أو فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. طبعا هو ليس لديهم كتاب يثبت هذا ولا دليل، ولذلك قال الله ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وطبعا الجواب في كل هذه الأسئلة بالنفي، لا يوجد، لا يوجد دليل يثبت ما يزعمه هؤلاء المشركون المكذبون من نسبة الملائكة أنهم بنات الله أو نسبة أن الله سبحانه وتعالى له البنات وأنهم هم لهم البنين، كل هذه مجرد تخرصات وأكاذيب يرددها هؤلاء المشركون دون أن يكون لهم عليها دليل. ثم قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، نفس المعنى، جعلوا بين الله وبين الجنة، والجنة المقصود بها الملائكة، لأن الملائكة لا يراها الناس مستترة عنا فسماها الله جنة، وكل ما لا تراه يعني يسمى جنا وجنة، سمي الجن جنا لاستتارهم عن الناس، وسمي المجنون مجنونا لأن عقله مستور، وسميت المقبرة مجنة لأنها تخفي ما تحتها، وسمي الترس مجن لأنه يجن صاحبه في الحرب، وهكذا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام مؤمنون موحدون مصدقون يعلمون أنهم محضرون بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأنهم لو فعل أحد من الملائكة أو دعا أحدا إلى عبادته من دون الله فإنه سوف يحضر، محضرون يعني سوف يحضرون للحساب وللمحاسبة يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى سبحان الله عما يصفون، يصفون يعني يكذبون ويختلقون من الكذب، والله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عما يلصقه به هؤلاء المشركون والملحدون، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص كلها، سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين. يرجع الحديث أيضا إلى أن العباد المؤمنين الصادقين ينزهون الله سبحانه وتعالى عن كل ما يتهمه به المكذبون المشركون. ثم يقول فإنكم وما تعبدون، أي أنتم هؤلاء المشركون ما تعبدون من الأصنام وما تنسبونه إلى الله سبحانه وتعالى من الأبناء ومن البنات، إنكم وما تعبدون
ما أنتم عليه؟ قال نعم، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم. ما أنتم عليه بفاتنين، هنا في قوله سبحانه وتعالى في تعيين الجنة هنا، أو في ما يسميه العرب الأساطير التي انتشرت عند بعض قبائل العرب، ذكر المفسرون يقولون أن بعض قبائل العرب وليست كل قبائل العرب كانت ترى أن الملائكة بنات الله، فيذكر المفسرون أنها ثلاث قبائل اللي هي بني سليم وخزاعة كما قلنا وجهينة، ونقل الواحد عن بعض المفسرين أنهم قالوا إن قريشا وأجناسا من العرب جهينة وبني سلمة وخزاعة، قالوا الملائكة بنات الله وليس كل العرب. ومجاهد بن جبر يقول قال كبار قريش الملائكة بنات الله، فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فمن أمهاتهم؟ قالوا بنات سرات الجن، فأنزل الله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. في قوله سبحانه وتعالى هنا تلاحظون أنتم حتى في عادة العرب أو بعض قبائل العرب عندما يبشرون بالأنثى ماذا يحدث؟ يعني يذكر الله سبحانه وتعالى أن العرب قبل الإسلام كانوا يتعاملون مع البنات بنوع من الإهانة، فقال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فلاحظوا أنهم هم يأنفون من البنات إذا رزق أحدهم بالبنت، وفي نفس الوقت ينسبون البنات إلى الله سبحانه وتعالى. أين التوقير وأين التعظيم لله سبحانه وتعالى في نفوس هؤلاء؟ ولذلك قال الله في سورة النجم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى في سورة النجم. وقال أيضا في سورة الإسراء أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وقال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيسى. وأيضا من الأساطير الثانية ادعاء النسبة بين الجن وبين الله سبحانه وتعالى، وهو كما يقال افتراء نادت به بعض زنادقة قريش، فقالوا إن الله وإبليس أخوان، فالله إله الخير وإبليس إله الشر. ولا شك هذه أساطير لا قيمة لها، والآيات التي وردت في الاحتجاج عليهم هل شهدتم خلق الملائكة؟ الجواب لا. هل عندكم كتاب يثبت هذا؟ الجواب لا. فهي كلها يعني تخرصا وأحاديثا ملفقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. يقول الزجاج رحمه الله معنى ما أنتم عليه بفاتنين أي ما أنتم بمضلين أحدا إلا من قدر الله ضلاله، فأنتم لا تملكون أن تضلوا أحدا إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى إضلاله. إلا من هو صال الجحيم أي من قدر الله سبحانه وتعالى إضلاله. ثم يقول الله وما منا إلا له مقام معلوم. وهذه الآيات بالمناسبة فيها إشارة إلى العقائد الباطلة التي كانت منتشرة عند العرب، اعتقادهم في الملائكة، اعتقادهم في الجن، اعتقادهم في طبعا لأن الوحي غائب عنهم وبالتالي يتخبطون تماما كما يفعل بعض فلاسفة الزمان هذا يتخبطون. ولذلك لاحظوا نحن المسلمين ولله الحمد لأن عندنا القرآن الكريم فنعرف قصة بدء الخلق. ولذلك الآن هل واحد من المسلمين الآن، واحد منكم الآن يشك في أن آدم مخلوق من تراب؟ ما حد يشك، صح؟ نحن نعلم أن آدم هو أبو البشر، وأن الله خلقه من تراب، وأن الله نفخ فيه من روحه، وأن الله أمر الملائكة بالسجود له، أليس كذلك؟ ونعلم أنه ليس له أب وليس له أم، وأنه مخلوق من التراب، صح؟ ونحن نعلم أيضا أن حواء مخلوقة من ضلع آدم، صح؟ هذه بالنسبة لنا أشياء مسلمة يقينية.
تعالوا شوفوا الآن في كتابات الملحدين والنصارى ماذا يقولون، قصة بدء الخلق كيف ضلال وحيرة وشك لا حدود له. وأذكر من القصائد المشهورة قصة إيليا أبو ماضي، وهو شاعر نصراني من شعراء المهجر، يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف أبصرت طريقي ولماذا لست أدري لست أدري. وتستمر القصة أو القصيدة على هذا المنوال، مليئة بالشك والحيرة في قصة الخلق، في البدء، في المصير. نحن لا نعرف من خلقنا، ونعرف كيف خلقنا، ونعرف ما هو المصير الذي ينتظر المؤمن وينتظر الكافر. وحدثنا الله عن قصص السابقين. نحن في سورة الصافات اليوم مرينا على قصة نوح وإبراهيم وموسى وإلياس ويونس ولوط، وتوقفنا مع جدال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين. لدينا صورة واضحة كاملة تامة لكل التفاصيل. ولذلك نحن عندما نتدارس مثل هذا القصص لكي نطمئن أكثر، وهذا كان يطلبه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير الآخرة. فالطمأنينة أيها الإخوة تأتي مع العلم وكثرة التفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتلاوة آياته والتدبر في معانيها ومعرفة تفسيرها. كيف بدأ الله الخلق؟ كيف خلق هؤلاء؟ كيف خلق هذه الأمم؟ كيف بعث هؤلاء الأنبياء؟ ما الذي قاله الأنبياء لأقوامهم؟ وما الذي قاله الأقوام لأنبيائهم؟ هذه تزيد يقين المؤمن وتعينه على الاستمرار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات التي بعدها: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وقبل ذلك في قوله سبحانه وتعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، هذا كلام الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وما منا أي الملائكة إلا له مقام معلوم. الله سبحانه وتعالى قد جعل للملائكة مراتب، فأعظم الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة جبريل فقال: إني رأيته على صفته الملائكية مرتين، له 600 جناح. وذكر من صفته عليه الصلاة والسلام الشيء العظيم. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما عن أحد الملائكة قال: ما بين شحمة أذنيه وكتفيه مسيرة، نسيت، ما أدري، 500 سنة أو 700 سنة. فلك أن تتخيل عظمة هذا المخلوق، وهو ليس أضخم من جبريل. قال: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون. وهذه أيضا من الأدلة على أن المقصود بالصافات في أول السورة الملائكة عليهم السلام. وإنا لنحن الصافون أي الذين يصفون بين يدي الله ولعبادته صفوفا. وإنا لنحن المسبحون. ودعونا نرجع إلى قصة يونس، فالملائكة عليهم الصلاة والسلام يكثرون من التسبيح، هذه من صفاتهم. ها؟ نعم، قال الله: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهم مكان قدوة ومحل قدوة في هذا الأمر، الإكثار من التسبيح. ويونس عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في القصة، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانوا لو يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. بعض الكفار عندما يدعون إلى الله سبحانه وتعالى يقولون: لو أن عندنا ذكرا من الأولين، يعني لو كنا على بينة ونصدقكم فيما تقولون عن الأولين لكنا عباد الله المخلصين وكنا استجبنا لله. وبعضهم يحتج بالقدر فيقولون: لو أراد الله أن نؤمن
لهدانا، فيحتجون بهذا على الكفر الذي هم فيه. قال الله: فكفروا به فسوف يعلمون. وهذه الآيات فيها دروس وفيها عبر، منها أن الحق والباطل ضدان أزليان منذ أن خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام، وربما من قبل ذلك، لكن نحن لا نعرف إلا من خلق آدم إلى اليوم، وهما ضدان دائما يتنازعان. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذا صراع بين الحق والباطل. ولذلك تشوفون أنتم اليوم الحروب والمنازعات والمناكفات وكل المنازعات التي ترونها صراع بين الحق والباطل ليبلوكم. ويعرف الله سبحانه وتعالى ويعلم هذا متحققا. وأحد الإخوة جزاه الله خير نبهني إلى مسألة عندما قلت أن الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، فلما تبين له أنه لا يوجد في قلب إبراهيم إلا حب الله سبحانه وتعالى، يقول: كيف تقول أنه تبين له أنه لا يوجد في قلب إبراهيم إلا حبه؟ هل هذا يصح أن يقال؟ فأنا قلت: أنا أقصد حتى يرى ذلك واقعا، وإلا الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، لكنه أراد أن يمتحن إبراهيم فيتحقق هذا في الواقع ويكون هذا يعني حقيقة يعني يراها الناس. أيضا من فوائد هذه الآيات تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به. سبحان الله عما يصفون، هذه هي الآية التي نستنبط منها هذا الحكم. ومن فوائد هذه الآيات تقرير طبيعة الملائكة. نحن نعرف الملائكة خلقهم الله من نور، فهم مخالفون لنا في طبيعة الخلقة، نحن مخلوقون من تراب وهم مخلوقون من نور، وهم لا يعصون الله ما أمرهم، أما نحن فتقع منا المعصية، وهم يكثر يعني يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أما البشر فمنهم من مؤمن ومنهم الكافر. ومن فوائد هذه الآيات، وهذه أنا أريد أن أؤكد عليها يا شباب وهذه تهمكم جدا، تقرير دور العقل في الاحتجاج على التوحيد. الأدلة العقلية اجمعوها يا شباب، كل ما تمر معكم في الآيات الاستدلالات العقلية التي مرت معنا اجمعوها، لأنها مفيدة جدا في المحاججة والمجادلة للكفار والملحدين، وحتى أنت في تعليمك وفي قناعتك. وهناك كتاب اسمه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لمحمد بن إبراهيم الوزير اليماني، كتاب قيم جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول هنا: ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. هذا يدل على أهمية العقل في الحوار وإعماله في الملاحظة والمقارنة واستنتاج الحقائق، وعدم تهميش العقل بنظريات خرافية مثل نظريات العرب، هذه ينسبون البنات إلى الله سبحانه وتعالى كذا بدون أي حجة وبدون أي دليل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة العظيمة: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أوحينا إلى عبادنا المرسلين كلمة. والمقصود بالكلمة هنا مجموعة من الكلمات، لكن مثل ما أن يقول كلمة التوحيد، كلمة التوحيد ليست كلمة وإنما جملة، لا إله إلا الله محمد، أليس كذلك؟ لكنه يسميها الله كلمة. ولا عندما يقول كلا إنها كلمة هو قائلها، هي ليست كلمة وإنما أكثر، لكن العرب يسمون القطعة من الكلام كلمة، كأن نقول والله ألقى محمد اليوم كلمة جميل، نقصد أنها ألقى خطبة مثلا، ولا نقصد أنها ألقى كلمة واحدة. فيقول الله هنا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. فالله سبحانه وتعالى قد ضمن لعباده المرسلين النصر، وهذا فيه تهديد للمخالفين الذين يكذبونهم. وقريش تسمع هذه الآيات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. هذا الخطاب لقريش،
يا محمد قد سبقت كلمتنا كما رأيت لعبادنا المرسلين، أنا قصيت عليك قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة موسى وإلياس ولوط وعيسى ويونس، كل هؤلاء الأنبياء ماذا كانت النتيجة؟ نصر الله هؤلاء الأنبياء على أقوامهم المكذبين. ثم قال ولقد وليست هذه فقط على لهؤلاء الأنبياء الذين ذكرتهم لك، بل لكل الأنبياء، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وهذه قاعدة عامة أن الله سبحانه وتعالى ينصر رسله، ولذلك قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. ولا شك أن هذا وعد عظيم من قادر سبحانه وتعالى، ليس وعدا من غير قادر، وإنما وعد من القادر العزيز سبحانه وتعالى. ثم قال وإن جندنا لهم الغالبون. لاحظوا أن الله ينسب هؤلاء الجند المجاهدين إلى نفسه، فيقول وإن جندنا، هو اللي مجندهم. ولذلك الذين يجاهدون في سبيل الله هم منصورون بإذن الله تعالى في كل الحالات، سواء قتلوا أو انتصروا. نسأل الله أن ينصرهم في كل مكان وأن يديلهم على أعدائهم. والله قد يعني وعدنا كما في هذه الآيات أن المؤمنين والمجاهدين والصابرين هم المنصورون، لكن هل النصر هو أنك تبقى على قيد الحياة دائما؟ ليس بالضرورة، قد يكون النصر هو أنك تستأصل عن بكرة أبيك، يكون هذا نصر. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما ذكر قصة أصحاب الأخدود وقد أبيدوا عن بكرة أبيهم، صح؟ قال الله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لاحظوا في القرآن الكريم كله ما فيه هذا الوصف إلا في هذه الآية، أنه وصف الفوز بأنه فوز كبير، مع أنهم ولا ماتوا كلهم، لكنها انتصر منهجهم، انتصرت عقيدتهم وانتقلوا إلى المرحلة التي تليها. والمؤمن المجاهد الصابر إذا مات انتقل إلى النعيم المقيم بإذن الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى هنا يذكر هذه القاعدة فيقول هذا وعد مني لرسلي وأتباعهم المؤمنين إلى يوم القيامة أنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون مهما تعرضوا له من النكبات أو الخسائر أو العثرات. فتولى عنهم يا محمد، يعني تولى عن هؤلاء المكذبين حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون، يعني أبصرهم أمهلهم وأنظرهم، وهم كذلك ينظرونك ويتربصون بك، كل واحد يتربص بالثاني. أفبعذابنا يستعجلون؟ كان المشركون يستعجلون ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادق فأتنا بعذاب الله يلا. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنهم سوف يأتيهم العذاب، ولكن الله لا يستعجل بعجلة ابن آدم. فقال الله سبحانه وتعالى ولذلك قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وقال خلق الإنسان من عجل، وقال هنا أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، يعني إذا نزل عذابنا بساحتهم فساء الصباح ذلك الصباح عليهم. وتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا تكرار لما تقدم من تنزيه الله سبحانه وتعالى لنفسه عن هذه العقائد الباطلة التي اتهمه بها هؤلاء المشركون من نسبة الأبناء إليه، نسبة البنات.
وسلام على المرسلين، كل هذه القصص التي مرت معنا في سورة الصافات أيها الإخوة يختمها الله يقول سلام سلام، ثم يقول بعد هذه القصة الطويلة كلها وهذه السورة العظيمة وسلام على المرسلين، فكأن سورة الصافات سورة المرسلين، لأنه أراد فيها أن ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقص عليه هذه القصص العظيمة للأنبياء السابقين الذين انتصروا في النهاية بدعوتهم وبصبرهم وبجهادهم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، يختم الله سبحانه وتعالى بهذا الختام العظيم ويحمد الله سبحانه وتعالى نفسه على هذا الفضل العظيم. وأنا أقول أيها الإخوة لاحظوا معي هذه الآيات العظيمة في سورة الصافات. أولا نتخيل معا يوم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه هذه السورة، وهو في مكة وهو في شدة وفي ضيق من تكذيب هؤلاء المشركين، ثم تنزل عليه هذه السورة العظيمة تتحدث له عن الماضي السحيق وتتحدث له عن المستقبل البعيد في الجنة وفي النار، وفي كيف يضمن الله سبحانه وتعالى له النصر ويذكر له القصص الذي يثبته. ولذلك يمكن أن نقول أن مجمل ما حوته سورة الصافات نقاط نلخصها يعني في ختام هذه التسع دقائق المتبقية. النقطة الأولى التوحيد ودليله في الآفاق والأنفس، ذكره الله سبحانه وتعالى في الآفاق في خلق السماوات والأرض وانسلاخ الليل والنهار وخلق السماوات والأرض وإنبات النبات، دليل التوحيد. ولذلك الذي أراد الله به خير يرى التوحيد في كل شيء، كما قال الشاعر فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في النبات في المطر في شروق الشمس في غروب الشمس في الليل وفي النهار في تعاقب الليل والنهار في روحك التي بين جنبيك في نومك وفي يقظتك، أليس كذلك؟ أيضا من المعالم الرئيسية خلق السماوات والأرض ووصفه سبحانه لذلك كيف خلق السماوات والأرض. أيضا من المعالم إنكار المشركين للبعث وأن هذا من العقائد المشتركة بين كل المكذبين، ينكرون اليوم الآخر. وذكر الله سبحانه وتعالى محاورة أهل الجنة لأهل النار والعكس. أيضا من المعالم كيف وصف الله الجنة ونعيمها، ووصف الله لنا سبحانه وتعالى الخمر التي في الجنة وصفاتها، ووصف لنا الشجرة التي في جهنم شجرة الزقوم. أيضا من معالم هذه السورة العظيمة ما ذكره الله من قصص الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى ويونس ولوط وإلياس وما فيها من العبر، مع أنه أخذ منها مقاطع فقط. ومن معالم هذه السورة دفع فرية المشركين وقولهم إن الملائكة بنات الله، والاحتجاج عليهم بأنهم لم يشهدوا هذا الخلق فهم كاذبون، وليس لديهم كتاب يثبت هذا الزعم الذي زعموه، وإنما هو تخرص جاءوا به من عند أنفسهم. ومن فوائد هذه السورة التي مرت معنا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ما ألصقه به هؤلاء المشركون. ومن فوائد هذه السورة العظيمة أن المشركين لا يفتنون إلا أصحاب العقول الضعيفة التي لم تستنر بنور الوحي، وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى ضرورة التعلم والتفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يعرف المسلم كيف يجاوب ويحاجج ويدافع عن عقيدته وعن دينه. ومن فوائد هذه الآية السورة العظيمة وهي التي سميت بها السورة وصف الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأنهم صافون يصفون أقدامهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن صفوفنا نحن في الصلاة تشبه بصفوف الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف يا رسول، قال يحاذون بين الأقدام أو بين الأكعب والمناكب أو نحو ذلك.
ومن فوائد هذه الآية مدح المرسلين عليهم الصلاة والسلام والثناء عليهم، وفي هذا إشارة إلى أن القدح فيهم كفر وتكذيب لكل ما مدحهم الله سبحانه وتعالى به، أليس كذلك؟ أي قدح في أي نبي من الأنبياء تكذيب لهذا الثناء الذي أثناه الله سبحانه وتعالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونحن نكرر أيها الإخوة، نحن المسلمون، أي قدح في نبي من الأنبياء من بني إسرائيل أو من قبلهم هو قدح في جميع الأنبياء. فنحن ندافع عن عيسى وندافع عن موسى وندافع عن إبراهيم وعن يونس كما ندافع عن محمد عليه الصلاة والسلام سواء. ومن المعالم التي مرت معنا أيضا حمد الله سبحانه وتعالى وثناؤه على نفسه، ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى السورة به، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذا من أبلغ الدعاء، ولذلك كان يختم النبي صلى الله عليه وسلم به دعاءه، ويختم به الأئمة، ويختم به الداعي المسلم دعاءه، لأن هذا من أبلغ الدعاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك من أجود الدعاء الذي يدعو به المسلم ما دعا الله به في القرآن، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه علمنا كيف نثني عليه، وهذه نعمة عظيمة. وأختم بهذه الفائدة، أنه لاحظوا في كيف علمنا الله كيف نثني عليه وكيف علم بني إسرائيل. فعندما علمنا في سورة البقرة في آخرها في قوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا في سورة البقرة، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. لكن عندما جاء في ذكر قصة من قصص بني إسرائيل قال فما كان قولهم إلا أن قالوا في سورة العمران ربنا فما كان قولهم إلا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. لاحظوا الفرق بين الدعاء الذي علمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته وبين هذا الدعاء الذي علمه لبني إسرائيل، تجد فضل محمد عليه الصلاة والسلام وأمته على سائر الأمم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يجعلنا من المتدبرين المتفقهين في كتابه. وشكر الله لكم صبركم واحتسابكم في هذه المجالس، وجزى الله الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة دورة الأترجة التي أسأل الله أن يجعلها في صحائف أعمال من قام عليها ومن شارك فيها. وهذا أيها الإخوة من أعظم ما يحرص عليه المسلم ويتعب نفسه فيه ويحتسب الأجر فيه، وأنا أعرف أن فيه مشقة هذه المجالس المتتالية، ولكن التعب في مثل هذه الأمور أيها الإخوة هو غاية السعادة. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم نرى هذا في صحائف أعمالنا يوم القيامة، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.